عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في السعودية، القصة الكاملة. الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي كان له المكانة الكبيرة جدا جدا في حياته، ثم امتدت هذه المكانة بعد مماته. دكتور طه حسين لما كان بيزور دولة يستقبله الملوك والرؤساء. دكتور طه حسين كان بيكون الحدث الرئيسي في أي دولة لما يزورها طه حسين أن طه حسين في هذه الدولة. دكتور طه حسين زار المملكة العربية السعودية الشقيقة في أواسط الخمسينات 1955، زيارة تاريخية لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين إلى المملكة العربية السعودية. لما راح الدكتور طه حسين إلى السعودية استقبله الملك فهد، كان وقتها أمير، واستقبله كتير جدا من كبار أفراد العائلة المالكة السعودية، أعضاء الحكومة السعودية، اتكلم لكل الصحف والمجلات، اتكلم للإذاعة السعودية، افتتح فرع بنك مصر في جدة، التقى أدباء ومبدعين كتير جدا. قعد 19 يوم الحدث الرئيسي في المملكة طه حسين في السعودية. لا حديث لأحد في السعودية إلا عن زيارة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين إلى السعودية. في كتابات كتيرة جدا وصور كتيرة جدا عن هذه الزيارة التاريخية للدكتور طه حسين، إلا إن نادي الرياض الأدبي طلع قبل قليل، أصدر قبل قليل كتاب مهم جدا بيوثق هذه الزيارة كلها، كتاب بعنوان طه حسين في السعودية أو طه حسين في المملكة العربية السعودية. طه حسين في السعودية، هذا الكتاب بيوثق هذه الرحلة التاريخية المهمة. الدكتور طه كان هناك عشان كان في اجتماع للجنة الثقافية في جامعة الدول العربية. هذا الاجتماع بدعوة من الملك فهد، الأمير فهد وقتها كان في جدة. تخيل بقى رئيس اللجنة الثقافية في الجامعة العربية الدكتور طه حسين. فراح الدكتور طه حسين إلى جدة وألقى كلمة تاريخية في الاجتماع، إنما على هامش هذا الاجتماع كان أهم من الاجتماع، اللي هو لقاءه بنخبة الثقافة والفكر في المملكة العربية السعودية. دكتور طه حسين امتدح الأدب في الجزيرة العربية، وامتدح مثقفين أدباء وشعراء وكتاب في المملكة العربية السعودية. السفارة المصرية رتبت جدول أعمال الدكتور طه حسين. بعثة الأزهر حضرت لقاءات الدكتور طه حسين. مين بقى كان هناك في بعثة الأزهر اللي ألقى قصيدة في حضور الدكتور طه حسين من بعثة الأزهر في السعودية؟ فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي. شوف بقى القامات المصرية، طه حسين متحدثا، واللي بيلقي القصيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي هو عضو البعثة الأزهرية المصرية في المملكة العربية السعودية. الدكتور طه حسين لما زار السعودية قال إن هو مش غريب على هذه الأراضي، وقال نصا: لقد عشت بفكري وقلبي في هذه المنطقة 20 عاما حين كتبت على هامش السيرة. كتاب الدكتور طه حسين على هامش السيرة من أهم وأشهر مؤلفاته، فهو قال إنه لما زار السعودية تذكر طبعا رحلته مع كتاب على هامش السيرة، لأن كده راح مناطق الأحداث الحقيقية لهذا الكتاب المهم. وقال الدكتور طه حسين: أشعر أنني أتحدث في بلاد العرب التي عاش فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي البلاد التي مر عليها وقت كان أهلها يقولون. شوف بقى الجملة اللي جاية ديت، شوف بقى طه حسين لما يتكلم: وفي البلاد التي مر عليها وقت كان أهلها يقولون ما أشد قرب السماء من الأرض. شوف التعبير، قرب السماء من الأرض. ليه بقى؟ لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعيش في هذه الفترة، فبيقول فترة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرب السماء من الأرض، عايشين على الأرض، إنما رسول السماء، رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بينهم. شوف بقى التعبير الجميل، ما أشد قرب السماء من الأرض. ثم جاء عليها وقت على هذه الأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
كان بعضهم يبكي، لا لأن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، بل لأن خير السماء قد انقطع عن هذه البلاد، اللي هو انقضاء الرسالة النبوية الشريفة. الدكتور طه حسين أدى مناسك العمرة في هذه الزيارة التاريخية، وهو في الطريق طلب أن يتوقف الركب عند منطقة صلح الحديبية، ونزل فعلا في المنطقة التي كان فيها صلح الحديبية، وأخذ قبضة من التراب، ثم قال: والله إني لأشم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التراب الطاهر. وبعد كده وصل إلى المدينة المنورة وزار المسجد النبوي الشريف، ولما طلب منه المثقفون السعوديون إن هو يلقي خطاب في المدينة المنورة، دكتور طه حسين قال: كيف تريدونني أن أرفع صوتي في هذا البلد وقد نزل فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شوف المستوى في الأداء، والمستوى في الحديث، والمستوى في البلاغة، والمستوى في الأدب الرقي اللي كانت فيه القوة الناعمة المصرية. لما الدكتور طه حسين يزور دولة، دي زيارة تاريخية، ده الحدث الأهم وربما الحدث الوحيد، يستقبل من ملوك ورؤساء من كل النخبة، ده حديث وسائل الإعلام. شفنا كمان مشهد إن عضو البعثة الأزهرية اللي موجود هو فضيلة الإمام الجليل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. شوف المستوى اللي كانت فيه القوة الناعمة المصرية، من الضيف ومن المتحدث أمامه ومن التقى وماذا قال وكيف تحدث.